انا ازاي اقدر ابقى مثلا لو انا خلاص امر واقع وانا داخل البيت عندي حاسه ان انا النهارده انطبق عليا الخمس مواصفات، بس مثلا في واحده ناقصه، ازاي اعرف او افرق بين العلاقات المؤذيه؟ يعني العلاقات المؤذيه دي اشكال كتير صح؟ ايه طيب. اشكالها؟ في على حسب بعد وقرب العلاقه مني. لو هو جوزي مثلا، لو جوزي وانا اجتمع فرق تفرق. خلينا في جوزي، خلينا نبدا بالقرب الاول. يعني تفرق، اصل هي العلاقات السامه ممكن يبقى جار، ممكن يبقى حد من العيله، ممكن يكون زميل، صديق، زوج، علاقه شخصيه، علاقه عاطفيه، حاجات كتير قوي، كل دي اسمها علاقات. فانا مش بخصص دلوقتي صح؟ التعامل مع الزوج او الزوجه، لا. اصل الجار ده حد انا مش هقابله كل يوم. يعني لو انا عندي جار حسود طول الوقت، هو داخل معايا مع انها جدعه وطيبه وشهمه وبتساعدني، بس حاطه عينيها في كل حاجه، وعينيها في كل حاجه صح. فكل ما تقوم من جنبي او تقعد معايا صحيح بلاقي حد ارغي معاه، ولو احتجت اي حاجه بتجيبها لي. في ايجابيات اهو، في مكاسب العلاقه فيها مكاسب بس بتقوم من هنا احس ان انا كده طاقه، يعني حاجه طبقه على نفسي، حاجه تعبانه وعايزه انام وجعانه وعايزه انزل اطلع اجري في الشارع. في ناس في حياتنا اكيد باللي انا بقوله ده بيصبحك على بيصبحك مثلا على مكالمه، تقعد تشتكي 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 تشتكي، هي خلصت كل الطاقه اللي فيها، وهي قامت شافت او شاف كل اللي وراه، وانت حوشتي كل ده فرحتي قاعده في مكان. لا انا عندي سؤال، هو لو انا لو حد كلمنا في التليفون واشتكى واديتني الطاقه السلبيه دي كلها، ده بيأثر بجد على طاقتي؟ جدا، وعلى مجهودك وعلى صحتك النفسيه وعلى عطائك للاخرين وعلى حبك لنفسك وعلى تقديرك للذات، كل حاجه. طيب انا عايزه اعرف برضه بس الأنواع. انا مش من اول مره، انا بس عشان ما نبقاش متوحدين في الحياه، مش من اول مره، يعني احنا دلوقتي صحاب، فانا امر دلوقتي بظروف وانت عارفاها، فانا بكلمتك طبيعي نشيلك مره اتنين، انما لما ابقى طول الوقت بقول لك الوحش بس وما بنسى، ما بتبقيش موجوده في الحلو، وما بفكركيش بالحلو، والاقيكي عامله بقى صور سوشيال ميديا وفي افراح وعيد ميلادات وانا مش موجوده، اول ما تيجي اسفه ترجعي، يعني اول ما تيجي تطلع المشاكل السلبيه تجيلي. بتطلع عليا انا بس، يبقى دي علاقه سامه فعلا، دي علاقه مؤذيه لانها مش بتشارك الحلو. ايوه صح. طب خلينا بقى نقول العلاقات دورها ايه في حياتنا، العلاقات الحقيقيه. في جامعه امريكيه عملت علاقه مرت على 80 سنه، خدوا شريحه من الناس ستات ورجاله كانوا زمايل في الجامعه وعملوا دراسه 80 سنه، يعني خدوهم من هو صغيرين علاقات، لقوا ان الناس اللي عاشت علاقات سويه صحيه صحتها اكتر احسن، اداء نفسيا احسن، عمرهم اطول، مدى الامراض اللي اصابتهم اقل كتير جدا، من الامراض اللي بتصيب الناس التانية جدا، الضغط والسكر والكانسر كل الحاجات دي كلها، اكتشفوا ان الناس اللي عاشت بتعافي نفسي نتيجه وجود صحة نفسية للعلاقات اللي موجودة في حياتنا. فطلعوا خلاصة كده، العلاقات السوية تساوي سعادة، بما اني سافرت السعادة فهي دي واحد نمرة واحد، علاقات سوية طبعا بعد ربنا وكده، علاقات سوية اجتماعية سوية صحية تساوي سعادة. طيب السعادة، طب هو انا مطلوب ايه مني من العلاقة؟ يعني العلاقة ما نبقى داخلينها المفروض بتديني ايه؟ خمس حاجات: احتواء، دعم، مشاركة، تقبل، والخمسة حب وسعادة غير مشروط. يعني غير مش مشروط. انت النهاردة انا بحبك النهاردة، مش موجود ده، لا معلش، ده ماما بس. لا تعالي بس، لا بس يعني الخمس حاجات موجودين، بس لا. بيبقى في سلبيات برضه، نرجع للأصل، خلينا دايما نرجع لان في كور انا بتعامل عليه، لو انا اقتنعت ان ده موجود في الكون، يمكن ما جاليش لحد دلوقتي بس انا مقتنع ان هو موجود، مصيره يوم هيجي، انما رفض الفكره ان هو مش موجود اصلا استحاله. طيب. يخش بابي. عشان واحنا بنعمل شعرنا يا فرح سالتها سؤال، قلت لها دلوقتي هل ممكن انا اشد ناحيتي طاقتي، اشد ناحيتي كل العلاقات المؤذيه؟ قالت لي ممكن، زي ما هي دلوقتي بتقول فعلا جدا. طب انا ازاي اغير الطاقه بتاعتي عشان ابعد عن نفسي اي حاجه وحشه؟ اولا لو حصلت تروما او يعني صدمه واحنا صغيرين، عملت برمجه نفسيه جوانا، بمعنى ان انا دور الضحيه، ان انا دايما ضحيه، ان انا اخري، ده اخري، انا ما استحقش غير كده، ان انا مثلا كثيره المشاكل، ان انا فقر، ان انا نحس،
بتلاقي اطفال صغيرين بيسمعوا الكلام ده بس هم وهم كبار نسيوا. فاحنا لما بنخش بالعلاج بتحرير المشاعر السلبيه بكذا تكنيك، وده صميم شغلي حاليا، ان انا اخش جوه بالتدريج 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 لحد ما انزل لقاع المشكله واساسها هي جت منين، ايه اللي بيخليك تستحمل العلاقه المؤذيه، او ايه اللي يخليك دايما بتجيلك. طول ما في درس ما انا ما اتعلمتوش في الدنيا هيفضل يتكرر لحد ما الكون يتاكد انا خلاص حفظت الدرس، انا شكرا للتجربه مع السلامه دلوقتي. اه وتلاقي نفس النسخه بتتكرر تكرر تكرر مع اختلاف الاسماء او المواقع او الاسماء، بس نفس الشخصيات بتنجذب. زي احمد زي نهى زي كلكم شبه بعض، كلكم بتجذبوني. معقول انا اللي بكذب؟ انا اللي بكذبهم بطاقتي. ايوه يعني انا لازم النهارده احرر كل معتقداتي بقيمي اللي راسخه جوايا واللي انا ممكن اكون يا حرام انا مش مسؤوله عنها، وهي غالبا 90% ما في جلسه عملتها وبالعقل الباطن وبنغمض عينينا وبنسترخي وببتدي اكلم العقل الباطن الا لما انزل لتحت وانا عندي 4 سنين وانا عندي 5 سنين. ومعلش انا اسفه، رجاله كبار بمديرين وسيدات في مراكز مرموقه وهم اقول لهم حصل كده وانتم صغيرين، وهم صاحيين بقى وبيكلموني لا 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 انا عمري ما اتعرضت كده، ده انا الطفل المدلل، خش بقى نام بقى وتعالى بقى مش نام نجيب بقى الطفل المدلل. لا احنا ايوه شفاء الطفل الداخلي ده 99.9 بيحل المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها يعني دلوقتي. ممكن اخرج من